مزيد من المتابعة والتحليل نتحول إلى رغدة منير. تفضلي رغدة. شكرا شيماء وأحمد، وأهلا بكم من جديد. من جنيف ينضم إلينا خالد أبو بكر مراسلنا. خالد أهلا بك. إذن الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تتواصل في يومها الثاني، ماذا لدينا من تفاصيل وأيضا ما جاء في على هامش المؤتمر الصحفي الذي جمع وزيرة الخارجية الألمانية بنظيرها الإسرائيلي؟ أهلا بك رغدة. في الحقيقة في اليوم الثاني على التوالي لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان يجري حاليا الاحتفال بالذكرى 35 لإعلان الحق في التنمية، ويكتسب إعلان الحق أن العالم كله تعرض بحجمة كبيرة جدا مرتبطة بوباء كوفيد 19، ثم تعرض أيضا إلى مسائل التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الدول والمجتمعات للمضي قدما في مسائل التحقيق التنمية المستدامة للدول والشعوب. وتناولت الجلسة التي حضرها العديد من كبار الشخصيات إعادة النظر في الأجندة الدولية المرتبطة بالأولويات على كل النظام الدولي، مؤكدين على أن مسائل مثل التغيرات المناخية وما يؤدي إليه من إفقار لبعض المجتمعات وبعض الدول تستحق المزيد والمزيد من الأجندة الدولية. وكذلك الحال بالتمام في مكافحة الأوبئة التي عاشت البشرية أوقاتا صعبة حيالها، وأظهرت إلى حد بعيد ضياف التنسيق الدولي فيما يخص مكافحة الوباء. نعم، شكرا لك من جنيف خالد أبو بكر، كنت معنا مراسلنا مراسل القاهرة الإخبارية.